الأقرب لتطبيقه بقى في بطولة السوبر ليج الإفريقي. وخلينا نقول في الأول يعني إن مفيش أي نظام واضح للبطولة لحد الوقت، إزاي هتتلعب في نفس الوقت مع استمرار دوري أبطال إفريقيا كونفدرالية. كمان تصريحات باتريس موتسيب رئيس الكاف اللي قال امبارح انه هيتم مناقشه نظام البطوله وهينسق مع البطولات الثانيه خلال الجمعيه العموميه للكاف والمقرره في اغسطس اللي جاي اللي هتكون في تنزانيا، عشان يكون ده الانطلاق الرسمي للبطوله اللي هتتلعب السنه الجايه. ولكن احنا خلينا برضو اقول لكم كده النظام الاقرب هيكون شكله عامل ازاي. اولا الفرق اللي هتشارك هتضم البطوله 24 فريق وفقا لاخر تصنيف صادر من كاف بناء على نتائج اخر 5 سنين في مسابقات افريقيا للانديه. تاني حاجه بتقسم الانديه ال 24 على 3 مجموعات، كل مجموعه بتضم 8 فرق، وده وفقا للتوزيع الجغرافي، يعني مجموعه شمال افريقيا، مجموعه غرب ووسط افريقيا، ومجموعه شرق وجنوب افريقيا. هتقام مباريات دور المجموعات بنظام الذهاب والاياب لكل فريق، يعني كل فريق هيخوض 14 مباراة هيتأهل أول 5 فرق من كل مجموعة، بالإضافة كمان إلى أفضل صاحب مركز سادس بين ال3 مجموعات. الفرق اللي مش هتعدي دور المجموعات هتخوض دوري جديد خاص بيها، وهيهبط فريقين منهم ومش هيشاركوا في نسخة البطولة بالموسم التالت. ده الشكل الأقرب حتى الآن، ولكن لسه زي ما قلت لحضراتكم في البداية مش عارفين الشكل هيكون عامل ازاي. طيب تالت حاجة دور الـ16 حتى النهائي هيكون القرعة بتاعت الأدوار الإقصائية هتكون موجهة، يعني هيواجه فريق كل فريق منافس ليه من نفس المنطقة الجغرافية، وهتتلعب الأدوار الإقصائية بنظام الذهاب والإياب حتى المباراة النهائية التي لسه ما تمش تحديد نظام إقامتها، سواء من لقاء واحد أو الاعتماد على النظام برضو الذهاب والإياب. الفريق اللي هيوصل للنهائي هيشارك في 22 مباراة، حال إقامة النهائي من مباراتين بنظام الذهاب والإياب. رابعا قيمة الجوائز هتكون إجمالي جوائز البطولة 100 مليون دولار بجانب حصول البطل على 10 مليون دولار. دول الأربع البنود يعني اللي أنا كنت بقولهم لحضراتكم، يمكن لسه مش معروف الشكل هيكون عامل إزاي، لكن ده الأقرب اللي ممكن يكون الكاف هيبتدي يشتغل عليه على بطولة جديدة لسه مش عارفين إيه نظامها هيكون شكله عامل إزاي، ولكن ده لحتى الآن هو الأقرب للكاف.